في أشياء تجبرنا نتكلم عنها، تجبرنا نلاحظها حتى لو حاولنا أن نتجاهلها. أنا وانتو في أشياء نبغي نعرفها، وأولها أنا مستغربة وما عندي أي تحليل ولا أعرف شلون أفكر، لأن يعني اللي بتشوف النتائج حق استابلك بيقول هاي يعني شنو هاي؟ صار يعني شنو كان صاير؟ شنو دي يعني شنو؟ صار الحمد لله التوفيق من الله. شيء صار تغييرات شوي. زين. محمد ما قصر. محمد سعيد بعد ما قصر. يعني أيام اللي اشتغل ويانا. زين. ممكن ما كان متوفر. شلون ما كان متوفر؟ يعني أنت قاعد تقول لي إذا كان في مشكلة يعني نتائجكم يعني انقلبت من وإلى. حلو؟ فمثلاً لو كان في تغير طفيف أنا بقول الوضع كان عادي مثلاً، لا بس هو كأنه كان في شيء، كان في خلل، نشول ذي الخلل، لو منشول هاي الخلل خلاص كل شيء صار زين، ولا كأنه كان في شيء. اسمحي لي بس يعني حقيت مثل ما قلت لك، لا محمد سعيد ما قصر ويانا يعني طول هالتسليم. أنا ما أقصد بس محمد سعيد في كلامي، أنا أقصد النتائج. محمد سعيد برنامج ماله في التدريب غير، أنا برنامجي غير، ألن غير، فوزي غير، كل إنسان له تدريب، طريقة تدريب. أنا تدريبي مشي ويا الخير. الحمد لله مثل ما قلت لك في وقتنا هو ما كان متوفق فيه. يعني تعرفين العام أولت العام ما قصر ويانا واشتغل وغلبنا وكل شيء. زين؟ هالسنة ما توفق. صار شوية تغييرات والحمد لله عقب ما صار التغييرات جاء محمد حسن هو متوفق الحين ويانا. تغييرات في الخيل، تغييرات في أكلهم، تغييرات في شغلهم، تغييرات في وايد أشياء. فالحمد لله أعتقد هاي الشيء بس هل هاي الشيء فعلاً يستوي كذي بسرعة؟ يعني التغيير اللي في التدريب، التغيير اللي نفس ما قلت في الأكل، التغيير اللي في التغذية، اللي في التمارين، عرفت؟ ليش أنا أقول لك يعني كل شيء انقلب كذي مرة واحدة؟ يعني كأنه كان في وجه، شوف من الوجه الثاني حق اسطبل العفو. أنا أقول لك أنا لما أشوف شنو أشوف. نو كومنت حلك ولا شيء. نو كومنت حلك ولا شيء. من ناحيتي أنا إن عندي من قبل شهرين يعني كان هذا اللي لازم يصير. اوكي يعني انا من شهرين كنت افكر اني اطلع يعني خصوصا يوم شفت الامور وصلت ان تخرب علاقتي الشخصيه ويا المالك فقلت الافضل اني امشي يعني اللي صار يعني من متى كان هاي الشيء في بالك ان انت تبي تسوي ذي التغيير لازم تحطينا في مواقف لا لان الناس كلها تبي تعرف لا صار لي متى من نص الموسم بدايه الموسم تقريبا محمد مو انت اللي طلبت ان انت تمشي هو ابراهيم اللي طلب صح ابراهيم اللي طلب بس انا كنت اوريدي من شهرين كنت افكر في الموضوع يعني ابغي امشي وخبرته وتناقشته فيه قبل ولا لا 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 قلت خليها لنهاية الموسم أحسن يعني بس إنه يوم جت منه قلت عدل جت والله جابها يعني مع إنه كان في الخيار يعني وأعطاني الخيار إنه يقسم الخيل يعني يجيب مدرب ويقسم الخيل نصين وعضل يعني بس قلت له لا لا أنا أبغى أمشي شنو كنت تشوف؟ تحس إنه كان في خلل في التدريب؟ في تقصير في شنو كان يهمني افهم شنو اريد اقول لك ريال ما قصر واشتغل في كل استطاعته ما قصر اشتغل الصبح يجي مسكين يداوم الصبح والعصر والليل كان يحط
اخرتها يمكن الطريق اللي هو كان يمشي فيه زين ما توفق فيها، كانت ما تناسب ما تناسب، فجاء واحد ثاني تناسب. ويا ريت ما تقطعين كلامي وتاكدين ان هذا الكلام يكون موجود يا هدى. هاي الكلام بليز، لان انا ما ابي مثل ما يقولون اقلل من محمد سعيد كلش، اخ عزيز صديق وما اختلفنا، بالعكس كلش ما اختلفنا. بس ليش كنت بتبغي يعني تمشي محمد؟ يعني جعل السيناريو العام إنزين، السيناريو العام صادنا المرض و قدرنا نعالجه وتخطينا المرض وفي نهاية الأسابيع قامت الخيل تغلب يعني، فالموسم صادنا نفس الشيء بالضبط يعني. فأن ترجع تصير نفس المشكلة في الخيل هاي سبب يخليك أن أنت تبي تمشي؟ كنت تحس أنه يعني لا. أنت السبب ولا شنو كان بالضبط؟ لا 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 لا، اللي كان يخليني أمشي أنه ما كان تفهم اللي كان موجود الموسم اللي راح. الصراحة يعني بعد بقول لك شيء محمد سعيد، تعرف يعني أنا وأنت دائما صريحين مع بعض، أنت لو مكان إبراهيم ما بتكون عندك يعني نفس ردة الفعل انه اوكي المشكله صارت مره، ليش ترد تستوي مره ثانيه؟ وانا قلت لك هاي الحكي لما قابلتك هالسنه عن نفس الموضوع. اوكي بس هل ان انا ادري هاي المشكله من شنو صارت؟ لا، اذا الدكاتره مثل ما قلت لك ذيك المره الدكاتره مو دارين السبب الرئيسي شنو حق هالمشكله. يعني العام اوكي مثل ما قلنا انه كان المتهم الاول الاشباه. المتهم هالسنه من؟ ما قدروا الدكاتره يخلون ايدهم على شيء معين. انا الصراحه يعني هدى اللي شفته كان ما في مرض خصوصا باللعبه من استلامه الخيل، كان ما في مرض. رجعنا الدكاتره زين عندهم الريكورد وابراهيم العفو كان في الموضوع من البدايه فيقدرون يفيدونش يعني. وعلى فكرة اللي راويت إياهم ديك المرة السمبل كان مأخوذ من الخيل زين، بس إن مثل ما قلت لك يعني مع الأسف إن ما كانوا حتى الدكاترة قادرين يخلون إيدهم على الأسباب الرئيسية حق هاي المرض. الدليل أول أسبوع مسكت الخيل قلت شوطين أوشن ستار فوق أو كينج أوف ثرون، لو كان في مرض كان في افكت في هالخيل بعد، والخيل كل اسبوع قاعد تتطور. لا يعني شنو هاي كان؟ شنو صار؟ من والى شنو في شيء صار؟ يعني كانه الخيل ما كانت تفوز، مره واحده طلع محمد سعيد صار سحر صارت الخيل تفوز. في شيء في ثغره انا مو فاهمتها. هدى ترجعي التاريخ الموسم اللي راح قلتي لي نفس الكلام. إيه؟ نفس الكلام اللي قلتي لإبراهيم اليوم قلتي لي نفس الموسم اللي راح. إيه؟ حتى قلتي لي إن فعلاً إن الخيل كانت فيها مرض. صح. قلت لك. آخر الأسابيع تفوز. قلتي لي فعلاً إن وين كانت الخيل وين صارت. صح. فمثل ما قلت يعني نفس سيناريو الموسم اللي راح بالضبط. يعني شنو مثلا محمد سعيد كان يتعذر بالمرض او مرض هو اختار محمد سعيد يعني اخترع يعني وجوده كفارس لك الاحترام والتقدير. لو كنت انا بروحي في السالفه يمكن تقدرين تقولي احنا مخطئه، بس في السالفه الدكاتره موجودين واحب اشكرهم انهم بعد نفس الشيء نفس العام هم اللي اكتشفوا المرض طبعا بالسكوب وبالسوائل. تقدرين تسألين إبراهيم العفو لأنه هو كان بعد في الموضوع من البداية يعني. فمع وجود كل هالناس ما أظن بقدر أنا أختلف. سالفة مو موجودة. كمدرب أدى، بس كفارس بيصير مدرب مو كل فارس ترى حتى بال في بريطانيا متداول. حتى في بريطانيا متداول هالكلام. بس انا الحمد لله يعني ان قدرت اجمع بين الاثنين، فارس زين ومدرب زين. تعرف انه كان شيلين فكره المرض نتائج الحمد لله كل زين. تشوف ريتشارد هيوج احسن جوكي بس في كترينر مو انه ينجح كترينر.
في الترينرية ما كانوا جوكية في الأساس، بس عندهم ملمين بحركة الخيل وشون تعوضهم الممارسة. الجوكي مو شرط إنه يكون جوكية، هني حتى عندنا في البحرين صاروا مدمرين لكن نتائجهم ما كانت طيبة. كفارس ممتاز بس كترينر ما يصلح، يبي له شوي وقت أزيد عشان يتمكن إنه يكون مدرب. يعني محمد سعيد سنتين مدرب، ما بتكون لو بحتاج سنوات يعني رجعي لنتائجي في البداية ورجعي لنتائج العام بداية الموسم، وبعدين يوم صار المرض ما كان في انتصارات، ورجعي لها العام عقب ما راح المرض من الخيل، شلون قامت الخيل تستقلب. كل شيء يعني على الورق هدى، مو قاعد انا اقول كلام من عندي يعني، كل شيء على الورق. وكان مساعد مدرب قبل؟ مساعد غير، المدرب غير. المدرب اللي يعيش فيها خيله، يشوف خيله، يشوف خيله تاكل عقب التمرين، وايد امور. يعني محمد سعيد كان وايد بزي، ما يقدر يغطي بين الاسطبل وبين شغله. فهاي الشيء اثر عليه شوي. وبالعكس يعني محمد سعيد بينه وبين اتصالات، وسالت عن الخيل مسكين ما قصر، اعطاني كل ديتيلز عن الخيل. يعني لو مدرب غيره يقول لك شيل روحك بروحك. لا، محمد سعيد كان مساعد متعاون، امورنا طيبه للحين ويا بعض، ما في اي خلاف. بالعكس يعني حكم طرش لي مسج الله يوافقك، انا حظي وقف، يمكن انت حظك زين، الله يوافقك. هاي الكلمه اللي قالها، الكلمه اللي قالها خلص الموضوع على هالمش بس بدا. صدقيني خلصنا مالك. انت ما قلت لي شيء ترى. ترى قلت لك شيء، صار عدة تغييرات بس خلاص. الريال قلت لك كان مجتهد بس للاسف شنو هذا الوقت ما كان بتوفق وياها، ما كانت تناسب حق الخيل. جاء تغيير صار وبين التغيير. مش معنى وقع الاختيار على محمد حسن. على محمد حسن. شوف اول ما جيت النادي على محمد حسن يكتب وياي وكان صغير. زين بتقعد تساليني. اول تدريب انا اللي سويته مدرب وعطيته خيل وغلبته و و و و زين وخلاص صار تغيير وجا وقت اني ارجع بس ما في شيء. يعني يوم اقتنع ابراهيم سوى لي تليفون قال لي محمد اقتنع. شلون اقتنع يعني؟ انه خلاص من يعني اقتنع؟ هو اقتنع روحه بروحه. يعني الموسم طاف عليه. انت كنت تقول له؟ شو اقول؟ تعطيه ملاحظات؟ ايه يعني انا من اول الناس اللي وقفت فيها العام أخذت تحليل على خيلك بتبين وين المشكلة، وخذت تحليل على الخيل وبسرعة حلوا المشكلة العام. اجتازوا الموسم السنة صار نفس الشيء. شنو قلت له؟ نفس الشيء، لخيلك ما عندها مشكلة، يمكن الشغل، يمكن أكل، يمكن يمكن يمكن. شاف الموضوع عدلوا. عطيت رأيك في محمد سعيد كمدرب قبل لا يصير التغيير؟ لا لا، بالعكس محمد سعيد للحين لو يسلم أي اسطبل بيأدي فيه. بس اقول لك كان محمد سعيد يقول انا مو متوفق، خلاص وقف حظي لهنا. يعني مو اخترت محمد حسن حاليا لانه الموجود في الوقت لا الحالي. لا 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 متاكد ابراهيم 100%؟ في غير بعد وين موجودين؟ وايد غير موجودين. يعني صح انت نفس ما قلت انه هو كان معاك منذ البدايه. كنت وياي ولا في البداية؟ بس انه it's on and off، it's on and off، يعني تكونون مع بعض وبعدين ما تكونون مع بعض وبعدين يصير خلاف وبعدين ترجعون. يزعلون يرجعون. انا صارت هالشغلة مرتين او ثلاث يعني، فمو قريب يعني هو عن اسطبل العفو. ما في هواش، هي في انا طالع مصلحة ابراهيم. ابراهيم اخو، ابراهيم هو اللي وقف وياي وسواني مدرب. فلينا تشوف روحي انا دروب اقول لا ابراهيم شوف لك مدرب غيري. ما في هواش، لو في هواش انا ما رجعت يا ابراهيم. هاي مشكله الخيل للاسف يعني، ومثل ما قالك محمد اخرته المالك شنو يعتمد على النتائج. واي وظيفه، اي شغل، اي رياضه، اي شيء في اي كره، كانت في الكوره الحين شوفي يبتعد يتغير يروح لنادي ثاني مدرب يتغير هذا. فما دام النتائج ماشيه ليش؟ خلى مدام شي ماشي الحمد لله. أوكي. بس لا ما كان في غيره. تأكدي. أتأكد من هاي الشيء. تأكدي.
100% ولا يقول لك غير هالكلام غير صح كلش. خديها منه. شلون جديد تاخذت من البداية كنا محمد حسن حتى من أول أنت ما فكرت. إيه ليش؟ وهو يدري بعد. وهو يدري. وكنت تنظر إبراهيم تنظر. أبي أعرف متى يعني هاي اليوم اللي خلاص قلت يلا هاي اللي حنا نأخذ فيه القرار. المشكلة إن الواحد يدخل الخيل كتدريب شغل من صداقة. شوي صعب علي إنك أنت أقول لمحمد سعيد أشكر. فهمتني؟ يعني لين تكون صديق وياه متعشى وياه مسافر وياه ولد حسين مع عيالي بعد هاي اخرتها انه شوي صعب كان وايد صعب المفروض تفهمين هالشيء. محمد سعيد قبلها بيوم انا وقفت وياه الصبح وتكلمت وياه قال انا مستعد اي وقت امشي من الاستاذ ما ارضى بخساره ابراهيم. هاي ابراهيم طرشك انت عشان جس النبض؟ لا 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 انا كل يوم ترى الصبح جيت الدوام أوقف يا محمد سعيد أسوالف وأخذ وقتي وياه أمورنا طيبة ترى. فيوم شفت إنه هو يعني متوقع ويعني عارف قلت حق إبراهيم. لا أنا كنت أدري يعني من قبل شو أقول لك هذا 4-5 أيام قعدت ويا إبراهيم في المكتب وقال لي لازم أبدل محمد سعيد صديق وأخوي ما أبغى خسرة بنحل السالفة ودية كل واحد يروح في داربه وتستلم نصابه. بكون صريح وياك يعني انا كنت اعرف ان في مفاوضات قاعده تصير مع محمد حسن وبرعايه كاهن المعبد اوكي من بس بدون اسامي بدون ذكر اسامي محمد سعيد من كاهن المعبد تعرفين معنا اياه شنو وانا لو كنت ما كنت مستغرب زين وبس بالعكس كنت انتظر ان ابراهيم العفو يد القرار لانك كنت عارف ان هاي الشيء بيصير ايه قبل لا امشي باسبوعين دريت ان هاي الشيء بيصير لان تعرفين النادي صغير والاخبار توصل كنت ادري ان في مفاوضات وكنت ادري ان محمد حسن انا قلت له محمد حسن قلت ليه يعني انت تاخذ الخيل ولا غيرك ولو كنت ابغي اضل كان عندي الخيار الثاني انه يسوون خيل نصين ويجيبون محمد حسن وانا عندي نص وكنت اقدر اقعد واخذ الخيل اللي بتوقف في الاسابيع الاخيره لان كنت مبرزنه حق الاسابيع محمد حسن بس انا كنت ابغي امشي يعني كنت ميت على خير ولا ميت على شيء يعني. من اللي اعطاك الجرأة ان انت تاخذ هاي الخطوة؟ لا الجرأة موجودة ما في خوف من شيء بس انك تعرفين ساعة تصير حراج. حراج. مثل ما قلت لك يعني ريال صديق واخو وما بغينا نخسر بعض على شغل. لان هذا الشيء احنا وايد اخزر من خير ما خير. وانا اول ما جيت النادي هو بعد كان رايدر وجوكي عندي وغالبي اول شوط. بالضبط يعني وانا قلت ليش لا قلت ليش يوم شفت ان سالفه الخيل وسالفه السباقات بتاثر على علاقتي الشخصيه لا تنسين ان في بيني وبين ابراهيم عفو على قولتهم عيش وملح وقومه وقعده يعني شفت ان هذا بياثر على علاقتنا الشخصيه هذا اللي ما بغيته يصير ليش؟ وثانيا ما كان يحتاج يعني انه يتردد انا قايل له من البدايه احنا ويا بعض دغري يعني ما في لف ودوران اي شيء عندك قل لي وانا اي شيء عندي اقول لك يعني ما كان في ان نخش على بعض سوالف ولا هذا بالعكس اللي بيشوف هاي الأحداث اللي صارت طول هاي السنتين أو 3 سنوات اوكي بيش بيقول ان دارت الايام اللي صار في حسين الديلمي صار في محمد سعيد كنت شايف ان هاي اليوم بي ما كنت حاط في بالي ان بي ما بي اتس نوت ماي بزنس فانا تركيزي على روحي فقط فلا اتكلم عن احد ولا في احد يقول شيء ولا تركيزي على نفسي ما حطيت في بالي ان شنو بيسوي شنو ما بيسوي اتس نوت ماي بزنس بس كنت
شايف ان ذي اليوم بيي بينك وبين نفسك ولا لا؟ لا ما لي خص، ما اعتقد، ما كان في بالي، ما في بالي. لا ليش يكون في بالي اصلا؟ فينا حسين الجاي لما يطلع وانت اخذت مكانه، اليوم يا اليوم اللي انت تطلع واحد ياخذ مكانك. لا لا شلون طلع؟ شلون طلع؟ انا اقول لك اللي بيشوف القصه من بعيد شنو بيقول؟ ما علينا من بعيد، بس اذا الواحد بيجي يكون يعني منصف وبيطالع الاحداث زين وياخذ الكلام اللي صار بدال ما الكلام اللي يسمعه. حسين الجاي طلع لانه هو ضارب الخيل وانصادت. اوكي؟ ففي ذاك الوقت يوم هو توقف من كان البديل؟ انت. اوكي. بينما الفرق الحين ان محمد سعيد هو يبغى يمشي. عرفتي شلون؟ ومحمد سعيد كان يبغى يقعد كان عند خيار مطروح له الخيار على الطاوله. ان بدال ما يكون مدرب لكل الخيل يكون مدرب لنص الخيل. بس محمد سعيد هو ما بغى. فهذا الفرق. ليش ابراهيم ما فكر يرجع حسين ديلمي؟ لا ولا يرجع حق ديلمي مين وانت ما تدري ايش السالفه تقعد تسوي اللي سواه. وين يرجع؟ يعني انا اشوف محمد حسن ديلمي له استراتيجيه ثانيه. الانسان يعني ما نقلل من شان اي مدرب، بس انا اشوف ديلمي لو كان يمكن افضل شوي. كم سالت ابراهيم؟ نسيت. ترى حسين ديلمي كان بديل لي. انا يوم مشيت من الاستابل قلت حق ابراهيم كاخو لابراهيم قلت له ما اقدر اواصل وياك لان بخاسرك، انا صنمهم في الفورم هاي 2007. قال لي انا اصبر وياك على الحلوه والمره. قلت له لا 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 شوف لك مدرب غيري ام اوت. وياب حسين ديلمي وكان محمد سعيد ذيك الايام يشتغل وياي كرايدر. وانت تتوقع ليش حمار ما قرر يرجع يختاره؟ دائما المالك يطالع الافضل. حدا؟ تعجبني محمد حسن يعني الثقه مليون. اكيد انا بقول لك مليونين. الثقة أحياناً تكون في محلها وأحياناً لا. إن شاء الله صبر العفو متألق دائماً. خلاص. خلاص عفو. ومو كل قصة لازم يكون فيها ظالم ومظلوم. أنا غيرت تقريباً ربع التيم. ضفت على تيم مالي مارفن. أنا صار يعني عندي وقت أقعد يا الفرسان اللي يمرنون الخيل وقت أزر من محمد سعيد. آخذ وأعطي وياهم أنا يعني. سنين وانا ابراهيم علمني هالطريقه اداره الصبر. اداره الصبر مو تعال ركب الحصان وتشوف الحصان في التراك. لا اذا ما يصير تيم وورك استبل داون. اشتغلنا كتيم وورك. ولا كل قصه لازم يكون فيها صح وخطا، بس في النهايه كل شيء حتى لو تلخبط الا ما يرجع وياخذ مكانه الصح. كاهن المعبد تقصد رمزي؟ بدون ذكر اسامي يعني انا ما تقول لي رمزي ولا تقول لي شيء لا تسوي سالفه. تقصد من؟ اسمع ايام بتعرفين. خلصت الايام، خلص الموسم. اوه انت ما يخلص عندك الموسم. هذه صح. والموسم انتهى وهشام الاول على صداره المدربين، وهذه المره الثانيه. تعرفون شنو يعني صح؟ موضوع الصدارة هذه احنا ما نطالع له لان عندنا اهداف اهم اللي هي احراز اكبر الكؤوس والجوائز. الحمد لله ان الاسطبل قدر. ايه وانت جمعت الشيئين هذه وهذه. ايه فالاسطبل قدر وان الحمد لله الى تقريبا كل الملاك صار لهم نصيب في السيريز. وهي شيء جدا مهم بالنسبه لهم. يمكن ما توفقنا في المشاركه في كاس البحرين الدولي. بس في السيريز قدرنا نقلب الطاولة عليهم كلهم. حصلنا تقريبا 6 أشواط أو 7 6 من أصل 10. كل الملاك قدروا هم يفوزون فيها. فيكتوريوس كان له نصيب، المحمدية كان لهم نصيب، حسن مفرح كان له نصيب. يمكن الوحيد اللي ما فاز بهالشوط هو فوزي. أحسن خله ما يحتوي. لا بالعكس، لكن أعتقد أن يوسيني عوضه يوم فاز له بكأس
الميثاق. وعلى طاري فوزي ما أقدر ما أرجع أقول له لحين لحين ما ودك تكون على شجرة المدرب، يعني مستحيل لو رحنا يمين لو رحنا يسار ما بنرد نشوف اسم فوزي على شجرة المدرب. خلاص هاي قرار نهائي بالنسبة لك. إذا صار تغيير جذري. تغيير جذري وين شلون؟ انا بس عبت مفروض والله كذي شام صدي. تتوقع بيصير في تغيير جذري؟ ما اعتقد، مو بجريد، مو بجريد. هاي نقطة. النقطة الثانية، تعرف من كم سنة ما شفنا فيكتوريوس مو على صدارة الملاك؟ ايه 10 سنوات او اكثر. اكثر يعني بهاي القاعده لما انكسرت. اوكي ما كسرها اي احد، كسرها سمو الشيخ سلطان، بس يعني كان اصلا ان هي تنكسر صعب. لا الشيخ سلطان ما شاء الله اجتهد السنه وشرى خير وايد، يمكن 35 راس خير وايد. تشوف انه وجود عدم وجود فيكتوريوس في الصداره اليوم هو الاجتهاد سمو الشيخ سلطان، ولا هالسنه لا في شيء صار في تركيبه فيكتوريوس هو اللي خلاهم يبتعدون عن الصداره؟ عدد الخيل يعني اللي انشرت، بس اقول لك الشيخ سلطان شرى وايد 15 16 راس من هالسنه. كان عدد راسين، فيبي لنا خيل اكثر حق فيكتوريوس عشان رد الصداره ان شاء الله. واللي اثر عليهم غير عدم شراء الخيل الانتاج عند الم، العربيات بعد شفنا يعني وضع فيكتوريوس هالسنه شلون كان، فانا اعتقد هاي كلها عوامل اثرت. طبعا طبعا يعني فيكتوريوس كان مسيطر بالعربيات السنه، كي اتش كي خلال الصداره صح. الانتاج المحلي اللي عند الم والفيكتوريوس ما طلع منهم شيء فيه. ففي امور وايد تعرفها. والشيخ ناصر شكله شوي تملل. الشيخ ناصر اكبر من كذي، الشيخ ناصر يبي سباقات كبيره. صح خلاص يعني شبع من هذه، يدور اشياء غير. اي نعم طبعا. ان شاء الله الله بيوفقك. اتوقع انه الاسواق اللي اكبر من كذي. سمو الشيخ سلطان لازم مو بس يستانس على صداره، لازم يستانس انه هو كسر قاعده ما انكسرت من سنين. اي اكيد هذه بفضل رب العالمين، وخيل وخيل فيكتوريوس وخيل هذه كلها واحده، ما فيها يعني بيننا او بين دي، والحمد لله رب العالمين. فريقنا زين، ومن الفرسان من المدربين الكل يعني طاقم الجميع ما قصر. كل فوز شفنا لك هاي السنه كان فوز مرضي، اخذت كل الكؤوس، حتى الفارس الاول للمحمديه اخذ توب جوكي. بالضبط يعني انتوا اثنيناتكم في هاي السنة يعني وصلتوا حق الصدارة. توب جوكي بفوز خيلي صح، معادة يعني كم من وين صح بخيل غيري. بالضبط يعني متصدر بخيونات خيلي. بالضبط نعم، تحس ان نيل يعني مو برايح مثلا نسوي له يعني مثل ما تقولين يعني نحصل وين غالب او يركب الفيفرتس. لا بالضبط، هذه ما يركب الفيفرت، يركب فيفرت المحمدية. ما حصل دعم لان بعد تعرفين الاجانب هني مو مدعومين، فكل واحد حصل عنده جوكي ودعمه. ولانني اللي في الصداره عبد الله فيصل، انا صرت الثاني ما صرت مثلا الخامس ولا السادس. اي اعرف بس هو يعني فرق في النقاط. لا انا 22 ونير 27، ف هالموسم صعب ان الاحد يقدر يتفوق عليه لان خيل المحمديه مسكته في كل الاشواط، وكل شوط يدشون هم من المرشحين وهو الجوكي الاول، فمن الطبيعي ان هو راح يتصدر. بس الحمد لله على المركز الثاني، يعني لا زلت انا موجود في القائمه. مستاء ولا؟ اكيد مستاء، لان تعرفين انا اخر سنتين انا المتصدر والحين انا مو متصدر، ولكن ارجع افكر ان انا على قله الفرص قدرت ان اكون في الثاني، فهذا شيء يغطي على شيء الاستياء يعني يهون. اكيد اكيد يعني طيب روحي تشوفين انا الاشواط المهمه ما غلبتها، اشواط السيريس ما قدرت اغلب، اشواط الكاس الملك وكاس ولي العهد ما قدرت اغلبها، اشواط الجروب ما قدرت اغلبها، انا كل اللي كنت اغلبه الاشواط الانتاج خيل سمو الشيخ عبد الله والخيل العربيه. صح.
فالحمد لله ان انا قدرت اصير ثاني. والخيل العربيه بعد مو وايد يعني معدودين. بالضبط، احنا عندنا شوط واحد في الاسبوع يعني معدودين على اصابع. بالضبط، فنرجع ونقول الحمد لله، بس اتمنى الموسم اللي جاي يعني تكون فرصتي افضل، واتمنى انه يكون الاعتماد علي اكثر. شلون كنت متوقع شيء من خلال تواجدك مع فريق العاديات وما حصلته؟ لا لا، هو فريق العاديات هم عندهم الجوكي الاول، فمن الطبيعي انا راح ما ابي ارجع للموضوع اللي فتحناه من قبل مره ثانيه، بس ابي افهم شيء واحد، كنت متوقع شيء من وجودك مع فريق العاديات وما لقيته؟ انا توقعت فرص اكثر، لان الفرص اللي حصلتها كانت وايد اقل، بس يعني توقعت، انا كنت راضي ان انا اكون توقعت انه يتم الاعتماد عليك اكثر باختصار. بالضبط، وما حصلت اللي توقعته، فبالمقابل شنو تتوقع انه يتغير اصلا الموسم الثاني؟ راح يتغير ان شاء الله اكيد. يعني سمو الشيخ عيسى يعرف عبد الله فيصل مين، ويعرف ان لما يعتمد عليه عبد الله فيصل راح يكون قدها واكبر من كذي. انا هو قال لك انه بيتغير هاي الوضع ولا انت تقول؟ هو ما له داعي يقول يعني، او ما يحتاج يقول، انا اعرف لان الشيخ عيسى لاخر لحظه واقف وياي بيوقف وياي، بس صار اللي صار هالموسم، والموسم الجاي اكيد راح يتغير. بس بين كل ذي هل المحمديه ساعدت نيل في الصداره ولا نيل ساعد المحمديه في الصداره؟ الحمد لله رب العالمين، فضل رب العالمين، توفيق من الله على هذه الجهود اللي ياحق المحمديه كلها من رب العالمين. تحس انه صعب نقول في واحد ساعد الثاني على الصداره، كانوا الاثنيناتهم يعني المحمديه ونيل كانوا عامل مشترك. اي ما يصير، فارس ما قصر، المانج ما قصر، الترينر ما قصر، الكل ما يصير واحد يشتغل يساوي، تحتاج توفيق من رب العالمين، واذا الله وفقك ما في شيء عطلك. عاد تعرف شنو ناقص؟ نعم، العربيات ناقص. إيه؟ بس نشوف فوز في العربيات. نعم ان شاء الله، والله نتمنى، لكن ان شاء الله الحين نشتغل عليهم برا، فيحتاجون وقت ويحتاجون يعني يترك. عباس قال لي اذا إيه؟ نعم. ما اذا العربيات ما يو يتمرنون هني انت تشوفين لهم فوز. يعني هو بعد مدرب ولا وجهة نظر فعلا مؤثر هاي الشيء يعني. والله عاد هذه انا سألني مدربين، سألتهم وهاي كان جواب عباس. سألني مدرب، انا ما اعرف هالشغل، هذه راجع للمدربين. بس والحمد لله الحين احنا الشيخ سلطان تتوقع لو شفنا العربيات تتمرنون هني نعم. بيفرقون ولا لا هاي مستوى العربيات؟ والله انا اشوف ان الخيل هني طبعا بتختلف كثير، تحصل التراك، تحصل العيش، عارفين الخيل العربيه بعد ترى تنتبهك اي شيء اليوم تغير هني وتحط هذه وتصير كذي تنتبه وتخوف ما تتردد، لكن اذا عندك مغمار اللي تسابق فيه وكل يوم تركض عليه وتمر عليه كل يوم غير صح. اللي تيبها تشوفها في العشرة ايام مره غيرت الاعلان هذه انتبه له، مو بثيربريد العادي، الخيل الثيربريد اللي ما تهتم يحتاجون استقرار، ما تشوف حاجة. ايه ما تشوف يعني تبع انت ما وجهت النظره بعد المحمديه في الصداره وما عنده اسطبل. هاي تك اقول لك يحتاجون استقرار رقم واحد. واللي جايته بقوله نعم. هل ولكن الحمد لله مع بناء الاسطبلات حاليا ان شاء الله الحين مع الاسطبلات الجديده هذه احاول الاقي لها جواب. هذه حاله نادره يعني، كل الخيل العربيه موجوده في النادي، لكن يبقى الموضوع ذي مرتبط ارتباط مباشر بالرجلتري بيت، سلامة الخيل من ناحية تنقل الأمراض والأمور هذه شيء وايد مهم، ولازم احنا نبني قرارنا كإدارة على الناس المختصة في المجال. في حال ان الرجلتري بيت يقول ان الخيل ممكن يتمرن مع الخيل، يمكن تقولين لكم بيشاركون مع الخيل، ليش ما يتمرنون معهم؟ في بعد ضوابط وفي معايير دولية. ما فهمت، لحظة هاي جديد المعلومة علي، اشرحها لي مرة ثانية، شنو اللي يمنع من وجودهم في النادي؟ الخيل موجودين حاليا في اسطبل خارج النادي صح. يمكن يعني في السابق سمعتي ان النادي جرين زون، ونحاول قد ما نقدر نحافظ على سلامة الخيل. الخيل اللي بتدخل من برا لازم يصير في تحاليل وتقعد فترة في الكورنتين وبعدين تدخل، هذه الاجراء
الروتيني يعني حق الخيل. الخيل المحمدية حاليا موجودين في الاسطبل خارج النادي، وتمرينهم حاليا يصير برا. إذا الرجلة ريفت ما يشوف في مانع أن الخيل ما تسبب خطورة للخيل الثانية لما تمرن معاه ممكن يصير، لكن يعني لازم تدرس يعني. بس هما اصلا ليش راحوا برا؟ هما راحوا برا لان اصلا ما كان في لهم مكان هنا. هما من اساس برا، هما مقرهم برا خيل العربيات. اي بس هما ما يعني اول ما خذ الشيخ سلطان العربيات ما كان في له مكان هنا يعني عشان كذي هو راح هناك. بالضبط، مو بلي سبب انه يعني. اذا باكر هذه موضوع ثاني، اذا باكر جهزت اسطبلات والشيخ يبقى يدخلهم في اسطبلات في النادي يكونوا مغرين، هذه الكلام يختلف يعني. ما تشوف بعدين اي سبب انه هو يشارك ويتمرن وكل يوم في النادي يعني. ويكونون موجودين في الاسطبلات هنا. في الاسطبلات هنا. وما فهمت الفكره في انه لما انهم اوريدي موجودين هنا ويون يسبون، فشنو بتكون شنو يعني ممكن يكون اعتراض الفت في انهم يكونون يتمرنون هنا؟ الشانس انهم ينقلون مثلا مرض او شيء في مشاركات مره في الاسبوع، غير لما يون ويشاركون يوميا من اسطبلات خارج النادي ويدخلون بصفه يوميه يعني. وسواء هالكلام مقنع بالنسبه لكم او لا، انا ما عندي تعليق. وفي كل الأحوال المحمدية ما يعطون المحمدية اسطبل، بس يصير حق الاسطبلات تصير حق مدربين فقط. وطلبت من مدربين كنا يطلبون؟ إيه من مدرب اللي أنت بتعطيه تعطي ياخذ اسطبل، ما يصير مالك عنده اسطبل. وهم لازالوا مو موافقين على إعطاء الملاك أماكن صح؟ لا ما يصير له مالك، يصير له مضمر، والمضمر هذه المدرب يحتاج دعم من الملاك، إن كان مني أنا وإن كان ملاك اللي في النادي كلهم. اليوم مدرب ما يقدر يبطل اسطبل كذي من غير دعم الملاك، فالمالك نمبر 1. اعرف بس انا اشوف انه لازم يعني واحد مدرب إذا مالك يبي اسطبل وبهاي المستوى وهو قاعد يثري المكان نعطي اسطبل، ليش ما نعطيه؟ ما يصير تعطيني للمالك، ليش تعطيني للمدرب؟ الاسطبلات ابتدوا فيها؟ اي نعم. اعتقد انه يعني هاي خطوه جدا ممتازه. نعم. وكل المدربين يعني اللي كانوا عندهم مشاكل على الاقل شوي يقدرون يحصلون فرصتهم في هاي الاسطبلات. اي صح؟ اي نعم اكيد. في لها تايم لاين؟ ان شاء الله قبل نهايه الموسم القادم بيكون جاهز. بتكون جاهزه. اي نعم. والمدربين من الحين يقدمون؟ الآلية بتعمم عن قريب، ويعني معايير بتكون موجودة. يعني الأولوية حق طبعاً اللي يعني يبقي يتوسع في الرياضة ويثبت أنه عنده خيل لكن ما عنده مساحة بتكون له، وبنفتح المجال يعني حق التقديم. أسعارها بتكون أغلى من أسعار الاسطبلات الموجودة؟ لازم بتكون شوي أغلى، لأن هاي الأسعار انحطت من الثمانينات وما تغيرت، وصار في توجهنا يعني ما تغير. لكن الاسطبلات هذه الجديدة تختلف يعني، فيها فاسيليتيز أكثر، اسطبلات نموذجية فيها فاسيليتيز أكثر، مهيئة بصورة صحيحة، وأنا متأكد اللي شافوها على أرض الواقع يقولون المبلغ يسوى. يسوى بالضبط. شنو أبرز التحديات اللي يعني واجهتوها هاي الموسم شيخ سلمان؟ والله أمانة يعني لما نستضيف بطولة بالحجم ذي يعني أمور كثيرة لازم نفكر فيها، من بنية تحتية، من طاقم إداري، من استضافة. فالحمد لله يعني ردود الأفعال اللي يعني شفناها من الضيوف كانت ردود أفعال إيجابية. حلو إنه في ظل ظروف يعني كانت صعبة يمكن للسفر والأمور ذي، مع ذلك أعداد كبيرة جات البحرين وحضرت، فهذه كان شيء جميل. ويعني إعلاميا من ناحية دولية بعد سباقات البحرين طبعا خاصة التيرف سيريز والإنترناشنال لايف في عدة دول في أنحاء العالم، ف يعني هذه الأمور كلها تصب في مصلحة الرياضة، وإحنا نطمح دائما يعني إن إحنا يعني نطور الرياضة. نتمنى استقطاب خيل البحرين بمستوى أعلى، فهذه بنستمر فيها إن شاء الله. ومثل ما أنت عارفة الحين 4 سباقات اللي هي طبعا السباق الدولي، كأس سيدي جلالة الملك، كأس سيدي ولي العهد، وكأس الميثاق، كلهم يعني approved من الـ IFHA كبلاك تايب. فان شاء الله نطمح ان احنا
يعني نحاول ان احنا نقوي سباقات ثانيه ونقدم لها بعد، وهذه كلها اضافه طبعا كبيره ان شاء الله. يعني انا اقدر اقول ان اكبر تحدي كان هالسنه هو طبعا الاشواط التيرف سيريس، لان السباق الدولي خلينا نقول خذنا خبرتنا فيه، يعني شفناه وتعلمنا من اخطائنا فيه، وهاي يعني كانت النسخه الثالثه، بس التيرف سيريس هي اللي كانت النسخه الاولى، وهاي اللي يعني دائما انت تقدر تسوي فيها، يعني هاي اللي تقدر تقيس فيها الاخطاء وتشوف شنو صار، شنو كان زين وشنو ما كان زين. فابي اعرف شنو كان احسن شيء صار هالسنة في أشواط التيرف سيريس بالنسبة لكم؟ والله أخطاء ما أقدر أقول لك في أخطاء، لكن في جوانب ممكن يعني على طول نطورها. يعني أنا حسب تقديري وحسب ردود الأفعال اللي أنا سمعتها وشفتها، يعني كانوا مرتاحين وايد من الفاسيلتي في الكورنتين سيرفيسز، يعني مرتاحين من الفاسيلتيز للتمرين والتدريب. فهذه الجوانب اللي أقدر أقول لك هي الأساس، يعني تجربتهم من توصل الخيل البحرين لين ما تغادر، والحمد لله يعني 15 راس يا واستقروا هني الفترة كلها، ورك رايدرز ترينرز ملاك حضروا يعني راحوا وياه. فيعني في جوانب نقدر نركز فيها، الجوائز ممكن ان نشوف طريقة ان يعني نحاول ندعمها، لكن يعني الموسم اللي فات والمواسم اللي طافت الجوائز تقريبا 600,000 دينار، ارتفعت السنة ل 875 بسبب وجود التيرف سيريز، جوائز التيرف سيريز. طبعا هذه انا اعتبرها قفزة كبيرة وإضافة كبيرة، وتصب في مصلحة الجميع، في جميع الملاك حتى البحرينيين والمضمرين والفرسان، وفي مصلحة الرياضة. بس الحين أكيد التيرف سيريس راح يستمر صح؟ أنت تتكلم عن 9 أشواط كانت للبحرينيين، أوكي؟ هاي حطني أمام خيارين يمكن. يعني لما أنا أشوف 9 أشواط كانت حق البحرينيين، فهي يا أما الخيل اللي جات من برا ما كانت بالمستوى، أو الاختيار كان يمكن مو مناسب، أو إنه لا فعلًا خيل البحرين يعني توب بالنسبة حق هاي الخيل. هو يعني وأتوقع صعب نروح مع الخيار الثاني، إيه خيل البحرين توب وإيه إحنا مستونسين حق فوز البحرين في 9 أشواط. بس أنا أذكر لك هاي السؤال لما إني في نهاية الموسم نبي نقيم أشواط التيرف سيريس. أنا أقول هي أول تجربة، يعني لو نرجع ونشوف أول تجربة في السباق الدولي، متوسط أول 4 مراكز في أول سنة 107، متوسط أول 4 مراكز في السنة الثانية 111، ثالث سنة 113. فنشوف في تدرج في عملية، يعني إن الريتنج معناته إنه في خيل قاعدة تي مستوى أعلى بريتنج أعلى. فأنا أتوقع لأن أول سنة يمكن المضمرين والملاك الياو من أوروبا ما كانوا متوقعين، يعني أو مو بعارفين شنو يتوقعون. الكنديشن اللي احنا ذكرناه في البروشور وفي التسويق وكله كان واضح، يعني خيل هانديكاب لي 100، والخيل اليات من ضمن التصنيف ذي، يعني ما هي شيء اقل. لكن الواقع ان الخيل اللي موجوده في البحرين 95 98 97 خيل قوية، ولو هذه السباقات كانت في أي مكان في العالم أتوقع بتكون النتيجة نفسها. كم عدد الخيل اللي هي من أشواط التيرف سيريس؟ 15. هنا من بريطانيا وإيرلندا. أوكي 15. اليوم لما أنا أبي أشوف أذكر، يمكن لما سألت سمو الشيخ عيسى عن فكرة أشواط التيرف سيريس كان يقول أن ياد فكرة أشواط التيرف سيريس عشان إحنا نبي نشوف الخيل اللي أتي شلون تتطور قدام عيوننا، أوكي؟ شلون ممكن أنها تشارك في الشوط الأول، ممكن تتطور في الشوط الثاني. فليش أنا قاعدة أقول لك هلون؟ لأن يعني حتى الخيل أوكي شفنا في منها اللي يعني حاول أنه هو شوط بعد شوط يعني يثبت نفسه ويكون موجود. بس أرجع وأقول لك يعني 9 كانت للبحرين، هاي كانت أتوقع يعني صدمة حق كل اللي جو، يعني انصدمة، وإنه ما حتى يعني أوكي خسرت شوط أول بترجع تحاول، ما حصلت شوط ثاني بترجع تحاول. بس إيه يعني بعد لا تنسين إن هم الخيل جايين قبل التيرف سيريز بأسبوع، الخيل اللي موجودة في البحرين مستقرة في البحرين كلايمتايزد جاية من قبل فترة، وهذه ليش شفنا بعضهم يعني شوي تطوروا وريتاتها ارتفعت.
لكن ما وصلت المستوى الخيل البحرين. قررتوا انه يكون في شوط سرعه حق مع السباق الدولي؟ الحين لا. لحين؟ لحين. في احتمال انه يبقى السنه يعني بنفس الطريقه، يكون في سباق دولي وتلف سيريس بدون لا نضيف شوط في يوم الدولي. ليش؟ من زمان ننطر هاي الشوط. والله شوفي هو ترى يعني العملية ترى يمكن أصعب مما يعني تخيل. يعني أفضل أن أنت تأخذ خطوات يمكن أحيانا الناس تشوفها بطيئة لكن تكون قوية. الهدف أن إحنا يعني ما ننحط في موقف مثل الشوط اللي توش تتكلم فيه. صح. يعني ليش أنا أستعيل وأحط شوط وأنا عارف أني أنا أقدر إذا استضفت لي شوط في الوقت المناسب ممكن يكون شوط أقوى. فإن شاء الله يعني أنا أعمل إن السنة الجاية طبعاً إذا الأراد يعني السباق الدولي يرتقي من جروب 3 إلى جروب 2 إن شاء الله. هذه النتيجة بتبين في شهر 10 إن شاء الله. بعد اجتماع لاي فتشي وبنركز على التيرف سيريز بحيث إن إحنا يعني عملية التسويق للمضمرين والملاك في أوروبا تكون أقوى على أساس نحصل المشاركة اللي إحنا يعني نطمح فيها. الأرضية شفتوا لها حل ولا لا؟ ألين ترى ليه حنشتكي من الأرضية ليه اليوم؟ ما ترى ما يودي خيله تمارين أرضية الرملية. إيه؟ في 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 مشروع قاعدين نشتغل عليه إن شاء الله عن قريب يعني ممكن نعلن عنه وأتمنى إنه يكون جاهز حق الموسم القادم. أتمنى. أوكي متى تقدرون تعلنون عنه؟ أول ما نحصل موافقة النهائية. يعني. أوكي. واجد خيل هدا بس ما لهم مشوار يركضون. ساعات داخلينه يصير تحت. جعفر تعرف ايش كثر تكلمنا في ذي الموضوع؟ بس يعني ما يبون يسوون حل. ما يبون يسوون حل. يبون يسوون حل ما يبون. لا يبون ان الاشواط تتطور فالخيل اللي لها سباقات وتكون ريتاتها اعلى. حتى بعد الخيل بعض الاحيان تشترين حصان شوي ريته تحت وانت يتطور ها؟ يروح في المصاف الكبار بس هنا تصر ان تقول تجيب حصان ريته 70 وتالي شوي شوي ينزل بعدين قلت يطلع برا وقت بسعار كلش فنفس الشيء العمليه عكسيه نفس الشيء يعني هالعمليه يعني ما عليه في اشواط قواي في خيل زين ومستوى زين مو احنا ما نقول لا خليه يروحون بس ديلين على الاقل طالعونهم لا انا اقدر اقول لا لا 70 مثل ما يعني الكل يتفق ان ريت يعني منصف بحيث ان احنا نبي يعني نتاكد ان الخيل اللي تستخدم من الخارج تكون يعني على مستوى يعني ما يكون ادنى من 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 الريتنج دي. شفنا هاي الموسم سباقات في يوم الجمعه ويوم السبت اعتقد ان احنا تكلمنا في دي الموضوع العام تذكر بس يمكن اتضح السنة أنه شوي صعب أن السباقات ما تكون جمعة وسبت هي متعبة وتشكل عبء على الطاقم وعلى يعني لكن على الخيل وعلى عدد وعلى الخيل وعلى الملاك على الكل وعلى الطاقم الإداري والستاف كله من السامبلينج يونت للريس دي أوفيشلز للستولز هاندلرز كلهم يكون ضغط عليهم لما يكون يومين بس مثل ما أنت عارفة إحنا يعني نبغي نوفر سباقات يعني ونلتزم بعدد من السباقات ما يعني ما ننزل فيها لان الموسم الجاي بيصير الوضع أسوأ يعني رمضان بيدخل قبل فشنو بيصير تكلمنا في ذي الموضوع اكثر من مره يعني ليه الموسم الجاي انا متاكد انه بيكون جمعه وسبت ليه قبل رمضان لكن هل الموسم اللي بعده نقدر نوقف ونرد نواصل بعد رمضان بعد نحتاج نشوف امكانيه لان قبل كنا نسابق لنهايه ابريل كل موسم فاذا جدم رمضان لوقت يصير موسم شهرين يصير اي شهرين بس لا 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 ما بيكون لا اذا بدينا في اخر اكتوبر بيكون يعني لنهايه مارش السنه يعني كان قبل بعشرة ايام بيكون تقريبا 3 شهور ونص قليل اي بنضغطهم بجمعه وسبت على اساس احنا نسوي ما هي الوقت اللي نفكر فيه في اناره النادي في السباقات الليليه مطروح بس اللي ابي اقوله في مشاريع وايد وفي اولويه قاعدين نحددها يعني شوفي مثل ما انت قلتي الحين الاسطبلات خلاص تنفذت يعني
على أرض الواقع وعندنا تايم لاين واضح وبيجهزون المضمار مثل ما أنت قلتي. هذه رقم اثنين لازم نركز عليه. فهي مو بمسألة هي كلها معروضة ومطروحة في لجنة مختصة اسمها لجنة الأملاك والتطوير وقاعدة كلجنة مع الإدارة يعني يدرسون المشاريع دي كلها. وما عندي شك إن أي شيء يصب في مصلحة الرياضة إن شاء الله بيصير يعني بدعم لها. الفحص العشوائي هنا ما طلع ولا نتيجة بوزيتيف الحمد لله صدق؟ أيوة. في ناس مو صادقين ترى ما شيء مو صادقة. لا لا كلها جات يعني ما كان فيها أي بوزيتيف ريزلتس. معقولة؟ أنت إيه؟ تتكلم عن تحاليل شعر إيه؟ يعني هاي تطلع 6 شهور إيه؟ كل يعني الخيل اللي انفحصت ما كان فيها ولا شيء؟ ما كان فيها ولا شيء. هاي شيء وايد زين يعني؟ إيه؟ الحمد لله. وايد زين. زين مو شوي زين لا. وايد زين. إيه نعم. إيه. أنت عارفة يمكن تروحين في مضامير ثانية عندهم مشكلة في ذي الموضوع يعني. إيه؟ ف يعني أنا أتوقع يمكن حتى يعني إن الكل عارف إن في نظام جديد بيتطبق. الناس مو مصدقين صدقني ويقولون إن أنتوا أصلاً ما وديتوا تحاليل الشعر. لا لا راحت لا لا تقارير عندنا نتائجها. وعندك روب بعد قبل هو كان إكسكلوسيف في الموضوع ما حد. بس ليش ما يعني ما كان في شفافية شوي أكثر؟ ليش راحت بشكل خصوصي حق الاسطبلات ما تم الإعلان عنها؟ اللي هي؟ التحاليل. النتائج راحت حق كل الاسطبلات. اي اقصد ليش يعني ما تم الاعلان عنها؟ يعني اذا كل واحد عرف شأنه يعني هذه كفاية يعني راحت النتائج حق اصحاب الشأن. اي اذكر بس إيه. اذكر انا وانت بعد تكلمنا في ذي الموضوع وقلنا ان هاي الاشياء على الاقل لازم تكون حق البابليك ريكورد. يعني النتائج الفحوصات السباق تعرض على تعمم يعني الكل يشوفها. انا ما اشوف فيها شيء يعني بكل شفافيه نقدر لان ليش اذا طلع بوزيتيف يعني ما بيخفى على حد بيعلن وبيصير في ستيوارد وبيصير في تحقيق وبيصير عقوبه. بس انا بيفهم ان هل كان في شيء انه يعني انتم خلوكم طرشونها بشكل خاص حق الاسطبلات ما تعلنونها؟ آليه اتفقنا عليها من قبل لا نبتدي ومشينا فيها يعني. فمثل ما قلتي هذه ترى الإحصائيات والأرقام يعني الحمد لله يعني موسم خلص باقي نتائج اليوم. إذا ردت ما فيها شيء معناته هذه أنا أعتبره يعني مؤشر يعني طيب. وحتى الإصابات يعني الموسم ذي بغض النظر عن المواسم أقل بوايد. راسين اللي fatal injuries يعني اللي اضطروا لنا مقارنة بالpopulation الخيل اللي موجودة في البحرين السابق ومقارنة بعدد الأشواط اللي سابقون فيها. ولما تحطين في عين الاعتبار أن كلهم خيول أعمار أغلبها أعمارها من 5 سنين وأكبر ويايين من بريطانيا معظمهم فيهم ما بيقول إصابات issues يعني فيهم يمكن مشاكل. فالنتيجة ذي تدل أنه يعني السيستم اللي موجود قاعد يحاول قد ما يقدر يحمي السباق قد ما يقدر. أعرف الأفكار وايد والمشاريع وايد بس ما تعتقد أن اليوم يا الوقت فعلاً اللي النادي ينظم فيه مزاد؟ والله شوف بعد هذه موضوع تكلمنا حتى عشان ما تصير في اجتهادات خاصة من اللي من المضمرين إيه؟ في مثلاً فوزي مثلاً أعلن الأسبوع الجاي في مزاد قط الجسمي في استبلات ثانية قط سوت مزادات وكان في مزاد هني من سنين سمعت يعني ما قد حضرته قبل كانوا يسوون ما لحقنا عليهم ايه انت من الجيل الجديد ايه لكن ما يمنع ممكن يعني في مزادات هي العدد اللي بتحكم. اذا انا باكر عشان المزاد ذي ينجح لازم اتاكد ان على الاقل عندي 30 40 راس اعرضها في المزاد واعتقد هالشيء سهل. اتمنى يعني اذا في مؤشرات تدل ان عندنا مثلا كل نهايه موسم او في توقيت معين مو بشرط نهايه موسم بدايه موسم ممكن يكون على اساس الناس تشجع وتشتري وممكن تشارك صح. فتحتاج ان يعني يمكن مؤشرات شوي تشجع على اساس احنا ننظمها ان شاء الله. كان موسم حلو وان شاء الله الموسم الجاي الاحلى. متى بنكون راضيين؟ متى بنشوف ونقول وين كنا وين صرنا ونعرف وين رايحين؟ أحياناً أحس أني أديت واجبي وانتهيت
أحياناً أعرف أعرف أنه باقي أكثر، بس يمكن ما لي علاقة فيه. بعضكم لقي الأجوبة اللي يبغيها، وبعضكم بعيد الكلام اللي نعيده كل سنة، وبعضكم يائس من زمان مو من الحين. كل شيء له وقت وينتهي، بس شلون ينتهي؟ ما أعرف إذا أبغي ألقى لها جواب الحين، وفي النهاية بجواب ولا بدون جواب أنا هني، وبنقاتل آخر نفس لين ما نوصل للي يرضينا واللي نبغيه. فالنهايات ليست إلا بدايات، ولكل سباق بداية أخرى عند أهل الخيل.